وضعنا أن هذا المؤتمر لابد يعني التذكير أن كانت عندنا عدة مبادرات للمسلمين في موضوع الحوار. الملك فيصل الذي يرسل رئيس وزرائه الحريكان مع معروف الدواليبي وغيره للفاتيكان في بداية السبعينات. جمعية الدعوة الإسلامية العالمية في 76 تبرم اتفاقية كبيرة مع الفاتيكان في موضوع الحوار. مؤسسة البيت في مصر ومبادرة كلمة في الأردن ومبادرة كلمة سواء في الأردن. الأزهر الشريف منذ الشيخ جاد الحق علي جاد الحق وفوزي زفزاف وكيل الأزهر وبنائه والمرحوم علي السمان في موضوع الحوار بين الأديان واتفاقيات مع الأزهر والتي سوف تتوج لاحقا قبل سنتين في أبو ظبي مبادرة لدولة الإمارات العربية المتحدة مما يسمى بالوثيقة الأخوة الإنسانية التي وقع عليها قداسة البابا مع فضيلة الإمام الأكبر. تجد إعلان مراكش الذي في 2016 الذي تحدث عن حقوق الأقليات الغير مسلمة في المجتمعات العربية والإسلامية. يعني بمعنى أن هناك عدة مواثيق وعدة وثائق صاغها العرب وصاغها المسلمين في القرن في نهاية القرن الماضي وبداية هذا القرن. يأتي هذا المؤتمر ليضع في الوثيقة التي أصدر مسألتين أساسيتين. هناك وثيقة من 31 بند وهناك آلية لتفعيل هذه الوثيقة. هذه الآلية هو ال 31 بند نتفق وهي أفكار عامة ممكن صحيح. لكن أكد على مفهوم الحوار، على دور المرأة، على الأسرة، على المثقفين، على رجال التشريع. وأول مرة بتتحدث وثيقة إسلامية على ضرورة حماية حماية التعددية وأن التمييز على أساس الديني يجب أن يعاقب وفق المادة 20 أهم نقطة في هذا الموضوع. هذا صحيح. وهذا صحيح. والدعوة إلى تجريم ازدراء الأديان اللي هي كانت مبادرة الملك عبد الله خادم الحرمين الشريفين في 2011 حيث أصدرت الأمم المتحدة قانونا دوليا قانون رقم 65/224 الدال والذي يدعو إلى تجريم ازدراء الأديان. المؤتمر وضع هذا الإطار ووضع آلية تنفيذ. هذه الآلية قال الآن يجب أن يكون هناك إجراءات عملية.